السلام عليكم، حياكم الله. بس نبدأ عن البذور للبيوت المحمية. طبعا عندكم الطماطم الكثير في أصناف بالسوق، لكن هذا طماطم نيوتن عشان تريع عمرك وتاخذ بذرة مضمونة. البذرة هذه حتعطيك إنتاج جميل وتسويق أجمل. والبذرة طبعا معروفة أنها طبعا F1، هذه هجين F1 مقاومة ولها مميزات الهجين. الهجين كله له صفات ومميزات والكل يعرفها يعني. وأيضا هذا الفلفل، هذا اللي هو تالا، هذا النوع، هذا الصورة هذه انت شايفينها أخضر، هذا الصنف ينزرع على أساس ينباع أخضر، صنف صورته أحمر لكن يزرعونه المزارعين عشان ينباع أخضر، لأنه إذا وصل لدرجة اللون الأحمر ما صار شكله جميل للتسويق أبدا. في أصناف أخرى معدة بالألوان، الأصفر والأحمر والبرتقالي، هذا كل أصناف أخرى. هذا عندكم حبيبكم شكيرة، جميل جدا وينتج طبعا كلكم تعرفون الحار، حار حلو، كل واحد له مصطلح معين. والله يسعدكم. اعرفوا قبل كل شيء وش تبذرون، اختاروا العلامات هذه اللي هي F1 اللي هي هجين. ما تروح واحد يطرح لك فكرة، واحد يجيب لك بذرة من حبة طماطم مطلعها من بيتهم يقول لك ازرعها مشروع تجاري. لا حبيبي، اشتغل على الأصناف المضمونة. شكرا، تحياتي.